أولا أشكر القيادة العامة قائدا وضباطا وجنودا شرفاء قارعون حافل الإرهاب والعدوان التركي الغاشم الذي استهدف ليبيا وعاصمتنا الحبيبة. نافضي صالح أبو بكر شيخي عسكري نظامي ورتبت رئيس عرفة وحده في منطقة جدابية الدفاعية تبع غرفة عملية جدابية. تم قبض علي قبل ما يسمى بميليشيات بنيان المرصوص قبل عيد الفطر اللي هي ضمن 2/6 في 2019 في بوابة يديروا فيها يقولوا بوابة الحافلة المحروقة هم كانوا في السرد. والسيارة تاعي مدنية تم القبض علي ونقلي إلى جهة بين حوشين في الزيزة العسكرية في السرد ووضعنا في حمام أنا ما عرفتاش حمام قديم عند جهة فطر. كان واحد جابلنا الفطور معي واحد أخرى من منطقة سبها مازال رهن الاعتقال إن شاء الله ربي يفرج عليه. وتم نقلنا من سرت بعد افطروا من سرت إلى مصراتة طبعا مكممين مكلبشين مكممين. والسيارة اللي تم نقل فيها سيارتي كهربتنا وشلونا المكان ما عرفناش نحن جهة غير شرعية حطونا في مكان كيف الورشك ودرسوا فيه السيارة والله ما أنا وانت درست من السيارة عرفت السيارة تريح. وبعدنا طبعا لابس عربي وبعدها حطونا في شليت وطلعونا تم حق معنا ولبسونا بدلي عسكريات كنا نلبس بدلي عسكريات على اساس يوحوا ان تم القبض علينا في هذاك الوقت ان قبض علينا في جبهه. والله ما كنا في جبهه ولنا في جبهه اصلا. وشلونا قالونا غرفه عمليات يقولوا ما يسمى غرفه عمليات السقوط وشلونا حطونا في الاستخبارات كانت مدة سيئة جدا حق يعني مش موصفة شر وجوع ومعاملة كانت سيئة. كانوا يشدوا فينا حتى وهم يحقوا معنا كانوا يشدوا فينا مكملين يعني واحد تلقاها مضمينا محق في شيء والله ما تقول لدير جنيه. وتفاجأت ان الناس اللي يجيبوا فيها مش عسكريين انا اغلبهم مش اغلبهم 90% هذا مع الهوية واللي مر على الطريق. البوابة كانت تخدم بوابة 60 وبوابة السدادة اللي هذا يقول لك شاديني في 60 شاديني في السدادة واحد الصورة واحد مدنيين الأغلبية مدنيين اللي رتبنا يعني في عسكريين يعني كم عدد العسكريين أنا أقول خاطئ ما يلبش 15 نفر العسكريين الباقي كله على الهوية. العدد الإجمالي الإجمالي السجن اللي قعدنا فيه الأخير هذا العدد الإجمالي 85 نفر 85 نفر العسكريين فيهم اللي يتبعوا القيادة العامة ما يطقوش 14 نفر والباقي هذول كلهم اعتبروا من المنطقة الغربية ويقولوا أنهم على يتبعوا الكرامة هم ناس عاديين وشادينهم مع الطريق ومدنيين في الشرطة فيه اللي مدني ولا شرطة ولا شيء يشيلوا على الهوية ترهوني مع بنغازي يشيلوا يحطوا في أنا ما عرفتش الموضوع بقول ماشي ما عرفتش يعني في عرب ما نعرف واحد متقاعد وجاب لهم وراق جاب لهم وراق قال لهم نعم متقاعد كنت تخدم في الشرطة العسكرية ومحبوس وكان يخدم تبع الوفاق يعني الشرطة العسكرية اللي في نطاق الوفاق ومتقاعد وبوراق وجاب لهم وقاعد محبوس. واحد اخرى نعرفه حتى هو شنو سريه طبيه عباره كان في بنغازي يشتري في سيارات هو جاي لقوا رقم عسكري في التلفون تاعه حتى هو محبوس قاعد عام وتو قاعد. نعرف واحد اخرى بيع خضرة عباره عن بنغازي هو محبوس. وحدين اخرى جايين من سبها شباب وين ما خشوا التبو هذوما مش عارف التشاديين خشوا مرزق هاربين عرب هربه وهذا عده البنغازي فارين شباب لكن عمرهم مثلا 21 طلبه جابوهم حطوهم في الحبس. نعرف واحد اخرى
سواك حافلة، سواك حافلة جاء من بنغازي، قال جيت البوابة الثلاثين يوم فيها الميليشيات بتاعت بنين المرصوص على اساس بيستانس بالبوابة الردبات، امسكوه هالناس المظلومة اللي لا لها حول ولا قوة واللي قعدت اني تو هم يحطوا فيهم على الكرامة هم في نطاق الوفاق. انا جاب المدة الاول زي ما عمل قربولي، قربولي ان انا ارفع تبع الوفاق، جابوهم واحد والله واحد قاعد مسجون خليته، هذا فرقة الاولى ما يسمى بالفرقة الاولى اسرقه كرفته، مشال الامر الفرقة الاولى يقول له يا راجل راهم جماعتك اسرقه كرفته، خذوه وجابوه ودكوه في الحبس. لا تحقيق واحد اخر يحش في زيتون حتى ما يسمعش بكل، عبارة عن منطقة التماس اللي هم قوات الوفاق هذوم الاسماء ما يسمى الوفاق وقوات الكرامة، هو قاعد في خط التماس وراجل يخدم عليه حاله رقاد رياع الشعب رقاد رياع لرواتب لا شيء يخدم عليه. قالوا لا انت تشيل في معلومات والله حتى كلمة ما يتكلموه وما تعرفهم كيف يا راجل. يعني نحن والله نأسف ان نحن سبوا الليبيين ما يقبلش فينا الموضوع هذا، مع سيئة اضربونا ونحن قعدنا في الاستخبارات مدوا ديهم علينا وفي وحدين مشلطينهم بالضي والعصا تخدم واستجواب، الاستجواب هذا كيف ما يبي هو يكتب انت تقوله انت قول احكي لكن هو يكتب في كتاب هو اللي يريدها يقولها هو، الوكال هذا صفر كان لنا قعدنا في الاستخبارات وكال صفر فطور هذا قعدنا 8 شهور ما ضلناش فطور تلفون ما فيش تلفون. قالوا القربو اللي فيها سوريين، واحد اخر قال لي الخله فيها سوريين، قالوا يعني جابوا شباب من بنغازي اثنين قالوا نحن قعدوا يضربوا فينا سوريين جابوهم من غريان على اساس يسلموهم من مصراته، قالوا جينا على استاجوره قال تم ضربنا من قبل سوريين. قلت له كيف سوريين بلك راهم ليبيين؟ قالوا لا سوريين اللي يضربوا فينا سوريين. انا راني انت فاجئت اني سمعت من الاخبار انهم سوريين خشين داخلين ليبيا وقالوا 12,000 ولا 14,000 وتم نقلهم من مصراته الحرب في طرابلس. هن انتقلنا من 3 سجون نحن الاستخبارات ابراهيم بيت الميل والسجن اللي انتع المكافحه واحد من الشيخ محمد السويعي والسجن انتع الشرطه العسكريه واحد اسمه مفتاح العقاب، السجون اللي مرينا به نحن داخل مصراته. وفي سجن اخرى يقولوا سجن المشتركه وفي سجن اخرى يقولوا سجن الخروبه هذا الشرطه العسكريه داخل مصراته، كل داخل مصراته هذه السجون. في وحدين مسكين في الحواشين انا جابه واحد قال لي 28 يوم قاعد في حوش عرب بعد جابوه لنا كيفنا ما فهمتش ناس هذه ما عرفتش كيف. اللي كانوا معك من جنابي في السجن وتم فرق اسر معهم هذوما من كثر ما تعرضتوا للمعامله السيئه حتى متخوفين يطلعوا قدام الكاميرا؟ واحد اثنين كلمتهم قالوا ما بدوش نطلعوا قدام الكاميرا الحالة النفسية. قالوا ما قدرش نطبعوا، قالوا خايفين نتعرضوا لأي مضايقات ولا متعرض خايفين أنا من خايف أنا. لا والله واحد منهم قال ما بيجي والله مشلطين بضي. الله في السجن من سجون تجورة مشلطين بضي ومعذبين بأبشع ما أبشع ضرب. عسكري ولا مدني؟ مدني. مدني مدنيين هم جونا جي ثلاثة اللي شدينهم في السجون طرابلس هضم بدأ تو في التبديلة هذه جابوا لنا جماعة كانوا عند كارا معذبينهم تعذيب عمري ما شكله بالكلمة اللي من جدابي واحد منهم كل الباقي كلهم من بنغازي هم كانت بنغازي وترهونا مستهدفة الأصابعة خذ الكلام اللي انضمن تحت الجيش العربي الليبي هذين منضم وكانوا ما يبوش قولة عربي ليبي ما يبوش يقولوا جيش وطني ما يبوش العرب الليبي لمست فيه من العرب الليبي ما يلبوش في واحد سودياني واحد سوداني يبوا يجيبوا هو يبوا نسيبه السوداني هذا يبوا ياخذوا نسيبه شال السوداني قال لي 25 سنه مع لاق نتاع اسمه نتاع نتاع الياس نحن نقولوا هم يقولوا ملعاق غادي في القربولي معروف الرجل هذا هذا قالوا له نسيبه يدوروا في نسيبه قالوا له شيل من حوش نسيبك شالها من حوش نسيبه خذوه نسيبه خذوه هو جابوه سودياني عباره متزوج مراه ليبيه عندهم 7 صغار هذا سوداني
ولا عندنا لا بلاقة لا بجيش لا بحارب لا. نعمل من المنبر نوجه رسالة شور أخوتنا أصحابنا شرفاء مصراتة وطنيين تمم اللحمة الوطنية وتم ليبيا واحدة بدنا يديروا كيف نقول لفتة على السجون يديروا لجنة شكلوها شوفوا المعاملة في السجون اللي في معاملة راهي في السجون معاملة حتى إسرائيل ما درتها هذا ضروري عرب مصراتة شرفاء أهل مصراتة اللي نعرفوهم اللي يعرفوني يديروا موقف في هالموضوع حتى من ناحية إنسانية حق الشرفاء في مصراتة مش اللي مضحوك عليهم ولا اللي مشوق عليهم كلام مضبوط رسالة ليبي الليبي وإن شاء الله ربي يوفق بين هالشعب ويوفق البلاد ودلهم الله على الرأي الصالح إن شاء الله هذه الرسالة اللي نوصلها لها ونشكر كل من ساهم في إطلاق سراحي من المنطقة الشرقية أو من منطقة مصراتة.